جولتنا اليوم نبدأها من الصحافة الأرجنتينية التي هللت لميسي وزملائه بعد الفوز الصعب أمام سويسرا. صحيفة أوليا الشهيرة أكدت أن ميسي الذي كان رجل المباراة واصل إنقاذ التانغو بتمريرة سحرية لزميله ديماريا وعنونت ميسي وديماريا يؤهلان التانغو إلى ربع النهائي. وعلقت الصحيفة على آخر لقطة لسويسرا والتي اصطدمت فيها الكرة بالعارضة وكتبت الإله أنقذنا، وأرفقت المقال بصورة للبابا فرانسيس. صحيفة لوماتان السويسرية حيت أداء لاعبي منتخب بلادها وأشارت إلى أن الحظ أدار ظهره لهم، وكتبت بالخط العريض التأهل كان قريبا جدا. كما نشرت الصحيفة تصريحا لمدرب المنتخب المستقيل هيتسفيلد علق فيه على بكاء بعض لاعبيه وقال كرة القدم فقط من تعطيك هذه العواطف. الصحف البلجيكية أثنت على منتخبها الذي حقق تأهلا تاريخيا إلى الدور ربع النهائي وسيلاقي الأرجنتين في مباراة كبيرة. أما صحيفة لوسوار فقد أكدت أن هدف المنتخب تم تحقيقه بعد هذا الفوز الصعب على أمريكا وكتبت الشياطين يهزمون الولايات المتحدة بهدفين لهدف ويضربون موعدا مع الأرجنتين، إنه مونديال ناجح. أما صحيفة نيويورك تايمز فقد تأسفت لخروج بلادها بعد 120 دقيقة من الصمود أمام بلجيكا وكتبت بلجيكا تقصي منتخب الولايات المتحدة. أشارت الصحيفة إلى أن أشبال كلينسمان تركوا انطباعا حسنا رغم الخروج المؤسف. الصحف الوطنية ركزت على عودة الخضر إلى الجزائر بعد مشوار مميز في البرازيل ومطالبة الجمهور الجزائري ببقاء الناخب الوحيد حالي لوزيتش. صحيفة الخبر كتبت الشعب يريد بقاء هالي لوزيتش، وكشفت الصحيفة في تقريرها أن أغلب الشعب الجزائري مع فكرة الاستقرار ويرون في مغادرة التقني البوسني مخاطرة من محمد راوروا رئيس الاتحادية الجزائرية، فيما رأت أن هالي لوزيتش هزم كل نقاده بما فعله في البرازيل. وبدورها صحيفة النهار اختارت العنوان ذاته وأكدت أن آلاف التوقيعات تم جمعها من أجل إرسالها لرئيس الاتحادية، مشيرة إلى أن الأنصار في مواقع التواصل الاجتماعي يسعون لجمع مليون توقيع من أجل بقاء حالي لوزيتش. أما صحيفة الشروق فقد شكرت عناصر المنتخب الوطني والمدرب حالي لوزيتش معتبرة مشاركة الخضر إيجابية لحد كبير، وكتبت الجزائر خسرت إنجازا وكسبت احترام العالم، مشيرة إلى أن كان 2015 ومونديال 2018 سيكون تحديا صعبا على المدرب الجديد كريستيان غوركوف.